مساء الخير. مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من أيام البيت الكبير، وحشتونا جدا جدا خلال الكام يوم اللي فاتوا. النهاردة إن شاء الله بنبدأ حلقة جديدة على الهواء مباشرة، أفتكر أنها متميزة من حلقات البيت الكبير. فقراتنا كالعادة مختلفة ومتنوعة زي ما احنا متعودين. هكون إن شاء الله بنوعدكم تكون حلقة مميزة. البيت الكبير هو البيت اللي بيجمعنا كلنا، هنتابع من خلاله كل التفاصيل والكواليس على الساحة الرياضية. كمان هيكون معانا النهاردة ضيوف مهمين جدا، فبرحب بيكم وبرحب بكابتن هاني. أهلا، أول برحب بيك. أهلا بيكي، وأهلا طبعا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا كنا مفتقدين جماهير النادي الأهلي خلال اليومين اللي فاتوا، أكيد فعلا وحشتونا جدا جدا. كانوا يمكن غبنا عليكم يومين، لكن راجعين إن شاء الله للبيت الكبير، وإن شاء الله يكون حلقة مميزة. هنقدم كل ما هو جديد، هنتحاور، عندنا فقرات كتير. طبعا الفقرة الإخبارية الأولى عندنا طبعا بالتأكيد البيت الكبير النادي الأهلي وأخبار النادي الأهلي. كمان عندنا فقرة مميزة جدا جدا مع الأستاذ طارق الأدور، ده هنتكلم على ملفات مهمة جدا في كرة القدم. والفقرة الأخيرة نجم من نجوم النادي الأهلي وأساطير النادي الأهلي الكابتن رمضان السيد، إن شاء الله يكون موجود معنا النهاردة إن شاء الله. طيب النهاردة طبعا عندنا زي ما قلنا لحضراتكم أخبار كتير جدا كالعادة، وكالعادة برضو بنبدأ مع أخبار الأهلي. النهاردة الخبر اللي معانا بيقول، أول خبر، أنه طبعا للأسف كابتن محمود متولي نجمنا اللي اتصاب امبارح في مباراة أسوان هيخضع لجراحة، جراحة الرباط الصليبي بكرة إن شاء الله بمعرفة الدكتور أحمد عبد العزيز، بعد ما أكدت الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مباراة أسوان اللي احنا شفناها امبارح. محمود متولي كان خضع لفحوصات طبية كتير وإشاعات، الكلام ده كان النهاردة، وتم عرض إصابته على دكتور أحمد عبد العزيز اللي أكد على أنه فعلا بيحتاج للجراحة في التوقيت ده. طلب كمان متولي من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة أنه يعمل العملية الجراحية، ويعني يعملها هنا إن شاء الله بدلا من أنه يسافر للخارج، علشان بيثق، والجميع بيثق أيضا في خبرة دكتور أحمد في مثل هذه الجراحات اللي تعتبر كبيرة طبعا. فسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي وافق على رغبة محمود، وتحدد فعلا بكرة الأربع موعد علشان يجري العملية الجراحية في أقرب وقت. يعني إن شاء الله ألف سلامة طبعا على نجمنا الكبير محمود متولي، من اللعيبة المميزة جدا، ويمكن كلنا شاهدنا يمكن لحظة الإصابة وقد إيه كان بيعاني، وكلنا كنا أمل أن الإصابة تكون بسيطة، لكن للأسف من خلال الأشعات ومن خلال الكشف على ركبته، يمكن في الأول كان قالوا قطع جزئي في الرباط الصليبي، ولكن طبعا كشفت التقارير أنه قطع كامل في الرباط الصليبي. ده حتى لو كان قطع جزئي يستدعي عملية. طبعا كلنا متعودين، أو الناس كانت متعودة، أن لعيبة النادي الأهلي بتروح ألمانيا تعمل هذه الجراحة، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في دكاترنا، وخاصة الدكتور يعني أحمد عبد العزيز، من دكاترة مميزين جدا. إن شاء الله بكرة بإذن الله محمود متولي هيكون طبعا تحت الجراحة، وإن شاء الله بإذن الله من هنا من البيت الكبير وكل الأهلوية بيقولوا له طبعا ألف سلام عليك، وإن شاء الله تعود بقوة زي ما أنت كنت موجود في الفترة اللي فاتت. طبعا كانت إصابة قوية جدا، لاحظنا أن تأثر بها بشكل كبير، مش هو بس، حتى اللعيبة كمان. وأنا على المستوى الشخصي يمكن بعد المباراة تكلمت مع بعض اللاعبين وقالوا لي لا طبعا الموضوع صعب جدا، ويمكن كان بعد المباراة كان في تأثر كبير، ويمكن بكاء محمود متولي، لان كان نفسه طبعا يكمل، وخاصه في مباريات قويه جايه وفي مباراه نادي الزمالك والمباريات الافريقيه. فاعتقد هنفتقد طبعا محمود متولي، لكن يعني يا رب ان شاء الله باذن الله يعود سليما، ويكون طبعا البديل، وخاصه ان احنا حظنا وحش في السردباكات بصراحه، يعني احنا دايما مركز المساكين دول كان ياسر ابراهيم ودلوقتي محمود متولي، لكن كلنا ثقه في الناس الموجوده، كلنا ثقه ان شاء الله في فرقتنا ان شاء الله انها تكمل المشوار، وثقه في اطبائنا ان شاء الله انه يقوم في اسرع وقت. والف سلامه عليك يا كابتن محمود. بالنسبه للجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، فمنح النهارده اللعيبه راحه من التدريبات، وبيستأنف بعد كده تدريباته بكره ان شاء الله استعدادا لمواجهه الزمالك الساعه 9 يوم السبت اللي جاي في استاد القاهره الدولي في الاسبوع ال 21 من مسابقه الدوري الممتاز. الاهلي كان امبارح حقق فوز على اسوان بنتيجه 3-0
في المباراة اللي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرين في الدوري، وده طبعا الفوز اللي منح لعبت الفريق بتاعتنا ثقة كبيرة جدا قبل مباراة الزمالك المهمة يوم السبت. ويمكن دي الإجوال اللي حققها امبارح الأهلي على فريق أسوان. كل التوفيق إن شاء الله في اللي جاي. مباراة طبعا إن شاء الله مباراة كانت بالنسبة لكل جماهير وخاصة لعبة النادي الأهلي، يمكن بعد المباراة السابقة والتعادل فيها، لكن المباراة شكلها الفني أفضل كتير جدا. مكاسب بالرغم طبعا كلنا كنا زعلانين على إصابة محمود متولي، لكن الشكل العام وخاصة في الشوط الثاني نزول وليد سليمان وعمل الفارق، ثلاث أهداف، نتيجة طيبة جدا مع طبعا كامل الاحترام لفريق أسوان اللي أدى أيضا مباراة جيدة جدا جدا على طبعا إمكانياته، لكن مباراة كانت مهمة جدا في إطار الاستعداد كمان. فوز مش هنقول فوز معنوي، فوز كويس جدا، الأداء أفضل كتير من المباراة اللي فاتت كمان. وطبعا بتدي ثقة لطبعا مباراة القمة إن شاء الله يوم السبت اللي جاي بإذن الله. وطبعا مباراة القمة عندها تحضيرات كتيرة جدا جدا، وبالتالي رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي مش بس بيقعد مع اللعيبة، لا ده بيقعد كمان مع الجهاز المعاون بتاعه عشان يعمل سيرشنج وبيدور على كل نقاط الضعف والقوة في المنافس القادم نادي الزمالك إن شاء الله السبت الجاي في مسابقة الدوري الممتاز. طبعا المحاضرات دي تتكلموا كتير جدا عن أبرز نقاط القوة والضعف في نادي الزمالك قبل مباراة يوم السبت، واللي في حالة إن شاء الله بإذن الله فوز الأهلي بيها هيكون اقترب خطوة كبيرة جدا جدا من حسم ملف مسابقة الدوري الممتاز الموسم ده، ونستعد بقى بشكل كبير جدا ويكون التركيز أكبر إن شاء الله على البطولة الأفريقية. فزي ما بقول لكم التحضير على مستوى اللاعبين، وكمان الجهاز الفني بيقعد مع بعض بيقول له يعني بيتكلموا مع بعض إيه الفترة اللي فاتت نادي الزمالك ماشي إزاي، نقط الضعف والقوة، كمان اتفرج على مباراة نادي الزمالك، وزي ما بقول لك استعدادات قويه جدا جدا اكيد النهاردة. اكيد اكيد لمباراه القمه، وكمان عايزين ان شاء الله يعني نحسم بطوله الدوري بدري عشان باذن الله تكون دافع قوي لينا في البطوله الافريقيه ان شاء الله. يعني زي ما كابتن هاني ما بيقول لفايلر بيطلب انه يتابع كل المباريات اللي احنا بنخوضها على مع اي خصم، فمباراه مصر المقاصه والزمالك اللي حسمها الزمالك بهدف دي كان تابعها فايلر او هيتابعها، كمان مباراه الزمالك اللي بتتلعب دلوقتي حالا قدام فريق مصر كمان هيشوفها اكيد فايلر او بيشوفها علشان يوقف على مواطن القوه والضعف زي ما كابتن هاني قال في صفوف الفريق الابيض. كمان معانا خبر عن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في الاهلي اللي قال انه احمد الشيخ وجيرالدو لاعبا الفريق هيخضعوا لفحص طبي بكره قبل انطلاق ميران الفريق علشان يتأكد من جاهزيتهم بعد ما اشتكوا الثنائي من الإصابة خلال مباراة أسوان امبارح. طبعا الشيخ كان اشتكى من إصابة في كحل الرجل، جيرالدو اشتكى من ألام في العضلة الخلفية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبي ده هيتحدد فرص الثنائي يا إما هيشاركوا في الميران بكرة من عدمه. فطبعا اللعيبة كان مستواهم ارتفع بشكل كبير أو تدريجي في الفترة اللي فاتت، فألف سلامة عليهم طبعا يعني إن شاء الله كل يعني للأسف الإصابات كتيرة جدا جدا إصابات للأسف كتيرة في كل خطوط الفريق، لكن يعني ان شاء الله كلنا ثقه، ودايما النادي الاهلي معودنا على كده ومعود جماهيره على كده، وقت الزنقه بتلاقوا ابطال، ووقت الزنقه بتلاقوا فعلا ناس بتاكل النجيل زي ما بيقول بلغه الكوره، والاهلي بما حضر ان شاء الله باذن الله في المباريات القادمه بدايه من مباريات القمه ايا كان موجود ان شاء الله هيشرف وقادر يحمل فانيله النادي الاهلي. طبعا كهربا وعواد بيأزروا طبعا محمود متولي مدافع النادي بعد اصابته، عندنا خبر بيقول ان حرس الثنائي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي ومحمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك على دعم محمود متولي مدافع الاهلي بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهه اسوان امبارح في مسابقه الدوري الممتاز. كتب كهربا على صفحته الشخصيه على انستجرام موجه كلامه طبعا لمحمود متولي، الف سلام عليك يا اخويا. طبعا محمد عواد صديقه طبعا من الاسماعيليه على صفحته الشخصيه قال على صفحته الفيسبوك الف سلامه عليك يا حبيبي وان شاء الله ترجع احسن من الاول زي ما عودتنا. كل الناس وكل الناس بتتآزر بتآزر طبعا، واللعيب في الوقت دوت كمان محتاج المسانده المعنويه لان بتبقى حالته صعبه جدا جدا. انا للاسف حصل لي نفس الاصابه، كانت الامور
اول اسبوع بتبقى صعبه جدا على الشكل كمان المعنوي، بيبدا اللاعب يفكر انا هبدا ارجع امتى، وهو كان فعلا في فورمه كويسه جدا. فان شاء الله باذن الله ألف سلامة على محمود طبعاً. وإن شاء الله بإذن الله يرجع أفضل من مكان. ودي الروح الرياضية دايماً اللي احنا بنأكد عليها، إنه ما فيش مانع أبداً إنه لعيب في فرقة الزمالك يتمنى الشفاء أو يآزر زميله في أي فرقة تانية مش بس الأهلي، والعكس صحيح. فهم بره الملعب أصحاب، أنا أعرف المعلومة دي، فيعني وبيخرجوا مع بعض وبياكلوا مع بعض، فليه ده كمان ما يسودش على مستوى يعني على مستوى الجماهير كمان يا كابتن، وعلى مستوى السوشيال ميديا؟ ده اللي بنقوله، وده يمكن البيت الكبير، دي الرسالة، دي الرسالة، نبذ التعصب، ده رسالة كبيرة جدا جدا. يمكن في أول ما افتتحنا القناة، ده سياسة القناة، إن احنا الهدف الأساسي طبعا الحوار والنقاش بشكل محترم جدا، وعلى رأس هذه الأولويات هو نبذ التعصب. إن شاء الله بإذن الله نتمنى التوفيق لكل أنديتنا. ألف سلامة عليك يا محمود مرة تانية، ويعني كل التمنيات لكل اللعيبة وكل الأندية المصرية إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله نروح بقى لإسماعيلية. إسماعيلية عندنا أخبار عن آخر استعدادات الفريق، فريق الدراويش، قبل ما يواجهوا وادي دجلة في الدوري. الخبر بيقول إنه فريق الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديدي جوميز النهاردة اختتم قبل مواجهة، طبعا اختتم التدريبات قبل ما يواجه وادي دجلة بكرة على ملعب الإسماعيلية في الأسبوع 20 من مسابقة الدوري. الساعات اللي فاتت كانت شهدت انفراجة في أزمة عودة أجانب النادي الإسماعيلي من بلادهم، كنا غطينا الخبر ده قبل كده لما الثنائي التونسي فخر الدين بن يوسف والعراقي همام طارق كانوا طبعا يعني نشدوا إدارة الدراويش أنهم يحصلوا على الموافقات الأمنية، وكان فعلا في حجوزات لتذاكر الطيران علشان يعودوا للقاهرة، لكن مازال موقف الأوغندي باتريك كادو لاعب الفريق غامض في ظل طبعا استمرار رحلات الطيران، معروف طبعا أنه بسبب جائحة كورونا. اللاعب الأجنبي مهم طبيعي وعنصر أساسي في الفرقة اللي بيلعب فيها أو بيشارك فيها، فبنتمنى كمان عودته في اقرب وقت. يعني طبعا نتمنى بالظبط، لان النادي الاسماعيلي برضو من الانديه اللي بتسعى ان تحسينها في مركز الدوري. وطبعا اللعيبه الاجانب بالنسبه لهم لعيبه مهمه جدا، في انفراجه شويه ولكن يبقى لاعب واحد عنده مشكله. كمان اكد الدكتور اكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي بفريق النادي الاسماعيلي انها تلقى خطاب من اللجنه الطبيه التابعه لاتحاد الكره بيفيد بسلبيه المسحه الطبيه اللي خاضها لعيبه الفريق الاول والبالغ عددهم 24 لعيب. طبعا ده قبل مواجهه وادي دجله ان شاء الله بكره. وعن موقف محمد صادق لاعب الفريق وصانع العاب الفريق، اكد رئيس الجهاز الطبي للفريق ان الجهاز الفني فضل راحه اللاعب وعدم الدفع به في هذه المباراه، وانه هيكون ان شاء الله جاهز للمشاركه اعتبارا من اللقاء اللي جاي. وقال كمان ان باهر المحمدي طبعا مدافع الفريق الممتاز في مرحلة التجهيز، ومشاركته طبعا هتكون وفق رؤية الجهاز الفني، لكن دونجا بيحتاج عدة أيام إن شاء الله لعودته للتدريب. نتمنى طبعا التوفيق النادي الإسماعيلي وجماهير نادي الإسماعيلي. طبعا وباهر محمدي لعيب يعني مهم في المنتخب أكيد. وبرضه مشاركته أساسية وهتفرق أكيد مع فرقته. هنسيب إسماعيلية ونروح إسكندرية. إسكندرية فيها آخر الأخبار هناك إنه أعضاء اللجنة الخماسية اتفقوا على صرف تعويض مالي للاتحاد السكندري بعد قرار تأجيل مباراة الفريق مع المصري اللي كانت هتكون النهاردة في الدوري. مسؤول في اتحاد الكورة قال أو كشف إنه هيتم صرف تعويض مالي للاتحاد السكندري، لكن قيمته أقل من اللي هيتم صرفه للإسماعيلي وحرس الحدود بعد ما تم تأجيل مباراتهم مع المصري بسبب طبعا إصابات كورونا في الفرقة. فالإسماعيلي طبعا يعني راح الملعب، المصري ما انسحب، وحرس الحدود طبعا اتأجلت مباراته في نفس اليوم، ف يعني في شوية لخبطة كده. لكن خلينا برضو لسه مع طبعا معانا خبر من اتحاد اسكندرية، لسه موجودين في اتحاد اسكندرية، والخبر معانا بيقول ان يعني سيد البلد الاتحاد السكندري طبعا طلب مهاجمه الاوغندي ايمانويل اوكي فسخ تعاقده. يعني اللاعب الاوغندي بيطلب فسخ التعاقد مع نادي السكندري بالتراضي، ورفض العودة للفريق لاستكمال
عقده مع النادي بعد سفره طبعا في مارس اللي فات، بناء على رؤيه الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق بسبب كورونا اللي ضربت العالم كله طبعا زي ما احنا عارفين. اللاعب طبعا مرتبط بالنادي لمده موسمين، يعني اللاعب عنده عقد لمده موسمين. طبعا الكابتن طلعت يوسف جلس مع محمد مصلحي طبعا رئيس نادي الاتحاد السكندري علشان ياخد النادي ياخد موقف نهائي بشأن اللاعب، وخاصة ان اللاعب لسه زي ما بنقول عنده لسه سنتين في عقده، ولكن هو طلب انه يفسخ التعاقد مع نادي الاتحاد السكندري. موقف غير احترافي طبعا، موقف يعني صعب مش متعودين عليه، بنشوفه نادرا في اي فريق. يعني في بعض الاحيان اللعيبه الافارقه يمكن مع مش هقول كلهم، لكن بيحصل مشاكل بالنسبه لهم، عودته بتبقى مشكله، وكمان المفاجاه ان هو عنده عقد سنتين لسه عقده مستمر لمده سنتين وبيطلب انه يفسخ التعاقد. طبعا الكابتن طلعت يوسف مع قعد مع طبعا محمد مصلحي طبعا رئيس النادي وبيشوف ايه الاجراءات القانونيه، بيحفظ حق النادي طبعا في هذا الشان، وكمان يشوف الكابتن طلعت يوسف على المستوى الفني كمان يقدر يشتغل الفتره الجايه ازاي يعني. ان شاء الله. طيب عندنا برضو احنا لسه مستمرين مع ازمه الكورونا ويعني انتشار الفيروس طبعا في العالم كله، في اجراءات النهارده احترازيه ووقائيه بتتم على جميع المستويات في جميع الفرق في مصر. فالنهارده في المقاولين واسوان قبل مباراتهم في الدوري بتتم هذه الاجراءات الاحترازيه او الوقائيه. ففريق المقاولين العرب بقياده عماد النحاس واسوان بقياده احمد كشري بيخضعوا النهارده للمسحه الطبيه للكشف عن فيروس كورونا سواء في الفرقه دي او دي، علشان ان شاء الله يعني المسحه دي هتكون بكره قبل 48 ساعه من مباراتهم ان شاء الله في الاسبوع ال 21 من الدوري الممتاز. دي هتكون يوم الجمعه وهتتلعب على ملعب اتحاد الشرطه. كمان كان اللقاء اللي جمع الفرقتين دول في الدور الاول انتهى بفوز المقاولين 2-0 على ملعب عثمان احمد عثمان، وكمان لعبت الفرقتين مع بعض يعني مباراه وديه قبل ما تستأنف طبعا مسابقه الدوري العام في مصر. طبعا معانا خبر يمكن كلنا سعداء بيه وخاصه الكابتن طلعت يوسف. كابتن طلعت يوسف طبعا المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري هو معانا على التليفون، حابين نبارك له على الهواء. كابتن طلعت مساء الخير، اهلا بيك في البيت الكبير، والف الف مبروك النهارده. حضرتك كسرت الرقم القياسي للكابتن انور سلامه بقيادتك للفرقه المصريه في الدوري ل 412 مباراه. بنقول لحضرتك الف مبروك على مش هقول انجاز ولكن على التاريخ الكبير اللي حضرتك بتحققه. مساء الخير يعني كتر خيرك والله يبارك فيك. يعني الحمد لله يعني مشوار طويل متعب جدا جدا، اكيد انت عارف لان انت يعني بتعيش المشوار ده كمدرب. يعني انا بالنسبه لي الرقم يعني انا ما كانش عندي خلفيه عنه، يعني انا فوجئت بيه من خلال الاحصاء في القناه اللي اتصلوا بيا بيه، اكيد شيء يسعدني. لكن في النهايه هو نتيجه جهد كبير جدا على مدار سنين طويله جدا من العمل في مجال يعني انا بعتبره انه من ارحق المجالات اللي ممكن صحيح. اي بني ادم يعمل فيها يعني صحيح. ما يقدرش يحس بالكلام ده غير اللي عاش الكلام. لا انا حسيت طبعا بالموضوع طبعا. ومن هنا اخد حضرتك لجزئيه طبعا زي ما بتقول مشوار طويل، 412 مباراه في الدوري المصري، محطات كتيره جدا جدا مريت بيها يا كابتن. تفتكر ايه اصعب محطه؟ طبعا المشوار طويل يعني انا عارف الصعوبات بتبقى كتير، لكن دايما بيبقى فيه المحطه الاصعب في مشوار 412 مباراه في الدوري الممتاز. بص هو الاصعب بالنسبه لي اكيد عملي داخل نادي الاتحاد السكندري، يعني على اعتبار انه لما بتعمل في بيتك الامور شويه او المسؤوليه شويه بتبقى احساسك بيها مختلف. صحيح. خصوصا اذا كان النادي ده جماهيري وبيضم يعني محافظه تعدادها يتعدى ال 8 9 مليون وغالبيتهم وراء نادي الاتحاد، فاحساسك بالمسؤوليه وانت بتعمل في نادي الاتحاد شويه مختلف. صحيح يعني عملي في كل الانديه انت بتشعر بالمسؤوليه ولابد ان تؤدي دورك فيها على اكمل وجه، لكن وانت بتعمل في بيتك وبيتك ده بينتسب الى نادي جماهيري يعني الامور شويه بتبقى صعبه. بس حضرتك يا كابتن طلعت دربت اكتر من نادي جماهيري ويظل الاتحاد السكندري الاقرب
الى قلب كابتن طلعت؟ لا ده موضوع لا يقبل النقاش يعني. أكيد. المكان اللي انت دخلتيه يعني انا دخلت نادي الاتحاد عندي 13 سنه. انا النهارده 65 سنه ما شاء الله. انت بتتكلمي في عمر يعني عشت جوه النادي. هو ده البيت الكبير. بالظبط بالظبط بالظبط. البيت اللي انا اتربيت فيه اكتر من بيتي الاصلي اللي انا عشت فيه مع ابويا وامي يعني. فاكيد انتمائي للمكان ده موضوع لا يختلف عليه حد. حتى لو عملت في أندية أخرى وفي أماكن أخرى إذا كانت جماهيرية أو أندية مؤسسات فأنت في النهاية بتنتمي إلى نادي الاتحاد السكندري اللي له فضل كبير جدا جدا عليا. أكيد. طيب كابتن طلعت حضرتك طبعا بتتكلم على البيت الاتحاد السكندري طموحات طبعا أنا عارف يمكن عشت الفترة ديت في الاتحاد طموحات دايما عالية جدا والطموحات دايما بتوصل يمكن زي ما حضرتك بتقول ان بتوصل انها بتضغط كمان على الاداره وبتضغط على المدرب لكن جماهير الاتحاد الاسكندريه بتحب دايما تشوف فرقتها كسبانه بتحب تشوف فرقتها دايما في مستوى جيد وكمان في ترتيب الدوري في مكانه تليق باسم نادي الاتحاد فحضرتك تقول لنا طموحات ومشوار نادي الاتحاد السنه دي في الدوري هيكون ماشي ازاي؟ بص يعني الجماهير من حقها ان يكون لها طموحات وانها تتطلع الى افضل ما يمكن ان يتحقق لكن انا بطبيعتي ما بعرفش ارضي اللي قدامي بكلام ما بعرفش اقول كلام عشان ابسطك في القعده اللي احنا قاعدينها وبعدين يعني حضرتك ما بتقولش وعود يعني لمجرد انك ترضي اغراء او يعني النادي الاتحاد يعني معرفش. بيحتاج بعض الوعود في حضرتك وانا عارف الكلام دوت انت راجل واقعي جدا وبالتالي بتوصل الصوره بشكل مباشر بالظبط الواقعيه شيء مهم جدا جدا في مجال التدريب حقيقي. لان كل كلام انت هتقوله هتحاسب عليه انت قلت كذا فانا واقعي اذا كان في الامكان ان انا اقول شيء يسعدهم ويسعدني قبل ما يسعدهم اكيد هقوله يعني لكن اكيد المشوار عندنا صعب جدا جدا حاليا اذا كنا بنتكلم عن الوضع الحالي احنا بنفتقد من 8 ل 9 لعيبه فيهم 6 لعيبه من 6 ل 7 اساسيين اساسيين مظبوط في القوام الاساسي ده شيء يعني تاثيره علينا كنادي يختلف عن تاثيره على نادي الزمالك او على نادي الاهلي لو نفس الغيابات دي في النادي الاهلي او في الزمالك او في بيراميد من الانديه اللي هي عندها فرقتين وثلاثه صحيح لا احنا بنتاثر بشكل عنيف جدا جدا ولكن هناك واقع لابد وان اتعامل معه يعني هذا الواقع لابد وان يدركه الجميع بما فيهم واولهم الجماهير الاداره مدركه لهذا الواقع الجماهير مدركه للامر الواقع ده كابتن طلعت حضرتك بتشوف ايه ما اقدرش اقول ان الجماهير يعني في اجماعها مدركة لهذا الواقع الجماهير في جميع الأحوال بتطالب بشيء واحد زي ما قال هاني بالضبط الفوز وتحقيق أحسن مركز يعني. أنا بتطلع لده لكن في ظل الوقت وحضرتك حققت ده فعلا وعملت إنجازات كتيرة وكان يمكن أبرزها البطولة العربية وخليت الاتحاد السكندري يمكن في فترة من فترات يعني في حتة تانية طبعا الحمد لله الحمد لله وما زلت عندي تطلعات أكيد في اللي جاي لكن الظروف قاسية جدا انا وحتى لو اللعيبه اللي غايبه دي لو رجعت بكره فهي قدامها على الاقل 3 4 اسابيع لا لا 3 4 اسابيع عشان يخشوا تاني عشان يدخلوا بالتدريج صحيح فانت هتفضلي كده لحد قبل نهايه الموسم ب5 6 اسابيع يعني الوضع ده هيفضل فحضرتك قاري المشهد يا كابتن طلعت طبعا قاريه ومدركه وعارف يعني الواقع بيفرض نفسه علينا لكن بتعامل معاه في حدود ما هو متاح من ادوات تحت ايديا في الوقت الحاضر لسه في مباريات جايه ويمكن لا وحضرتك يعني بتادي بشكل ممتاز طبعًا. يعني احنا عايزين برضو يعني خير. والله كابتن يعني انت مدرب كبير ويمكن من ضمن المدربين اللي كانوا مرشحين لاداره او الاداره الفنيه لمنتخب مصر ده بيدل انك اسم كبير وطبعا الاتحاد السكندري كلنا بنحب جماهير الاتحاد السكندري وكل جماهير مصر وخاصه جماهير الاتحاد نتمنى لك التوفيق يا كابتن ان شاء الله وباذن الله
وتكسر كمان ريكورد اللي جاي باذن الله. وكل التوفيق لحضرتك ولنادي الاتحاد. شكرا جزيلا ليك كابتن طلعت. طيب هنروح لاتحاد الكوره. اتحاد الكرة في أخبار عن أنه طاقم الحكام الأجنبي اللي هيتم استقدامه لمباراة القمة. بيقول الخبر أنه اللجنة الخماسية أكدت أنه خلاص أنهت الاتفاق مع طاقم الحكام الأجنبي علشان يدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم السبت اللي جاي إن شاء الله على ملعب استاد القاهرة. وهيضم الطاقم 5 حكام، حكم ساحة، مساعدين، 2 مساعدين، وحكمين علشان تقنية الفيديو الفار. الإعلان كان بشكل رسمي، كانوا بيعلنوا عن جنسية وأسماء الطاقم ده. إن شاء الله ده هيكون بالتفصيل يوم الخميس اللي جاي بالليل. زي ما احنا عارفين أنه الأهلي هيدخل المباراة دي وهو متربع على قمة جدول الدوري برصيد كام يا كابتن؟ يعني معدي يمكن 55 اعتقد، يعني خلاص وصلنا دلوقتي. يمكن النادي الاهلي في اعتقادي لو مشي بهذا المستوى ان شاء الله يمكن قبل نهايه الدوري ان شاء الله، لو كسبنا ماتشاتنا قبل الدوري يمكن ما ينتهي ان شاء الله ب5 أو 6 أسابيع يكون بطل ان شاء الله، بطل النسخه ديت. و ده اللي احنا متعودين عليه النادي الاهلي ان شاء الله. 56 نقطه لسه بيقولوا لي 56 نقطه النادي الاهلي حصل عليها لغايه دلوقتي، وان شاء الله باذن الله على هذا المنوال ان شاء الله باذن الله. انا امنيتي الشخصيه ان شاء الله ان النادي الاهلي يفوز ببطوله الدوري بدون هزيمه، ده تارجت كبير جدا، وان شاء الله يكون واصل للجهاز الفني وواصل للعيبه انك كمان تحقق ريكورد كويس او انك تاخد الدوري بدون هزيمه. فان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي. طيب عندنا بقى خبر عن المنتخب الوطني الأول. نحب نفكر حضراتكم إن المنتخب الوطني الأول بيمتلك نقطتين في المجموعة السبعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون، وده بعد ما تعادل في أول مبارتين مع كينيا 1-1 وجزر القمر 0-0 على التوالي، بيحتل بيهم المركز الثالث ورا كينيا صاحبة المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب الفراعنة، ثم منتخب جزر القمر المتصدر برصيد 4 نقاط. طبعا كل التمنيات لمنتخبنا القومي ان شاء الله في شاء الله. الرحله الشاقه والطويله للوصول لكاس العالم وكمان على المستوى الافريقي. خلينا نروح لتقارير انجليزيه، يعني كشفت بعض التقارير والصحف الانجليزيه ان صفقه طبعا ليفربول ضم لاعب طبعا اسمه كوستاس تيماكاس، ده صاحب 24 سنه، واللاعب دوت كلف خزينه ليفربول حوالي 13 مليون يورو. ظهر طبعا لاول مره مع فريق اولمبيكوس في ديسمبر 2015 وتمكن مع الفريق اليوناني او لعب حوالي 86 مباراه مع الفريق اليوناني في جميع المسابقات. فطبعا الموقع الرسمي قال انه طبعا اللاعب سعيد جدا جدا وفخور جدا لوجودي في نادي كبير زي ليفربول، هو من اكبر الانديه في العالم، وحبذل قصارى جهدي مع الفريق. هو بيعشق طبعا الدوري الانجليزي، وقال انه بيشاهده على طبعا بصفه مستمره على التلفزيون، وكان حلم حياته ومن هو صغير انه يروح يلعب في البريمير ليج، وده اللي اتحقق من خلال ليفربول. وقال طبعا من اهدافه تحقيق اهداف النادي من خلال طبعا الفوز بالمره ثانيه، وبرده طبعا الفوز بالتشامبيونز ليج في الفترات الجايه. لعيب عنده 24 سنه، لعيب يوناني بينضم لفريق ليفربول. والحقيقه يعني فريق ليفربول وخاصه محمد صلاح طبعا يعني بيحتفلوا بيه، وهو على المستوى الشخصي قريب جدا محمد صلاح زي ما قريت قبل ما ادخل. فيعني ان شاء الله بالتوفيق، بالتوفيق ليك ان شاء الله. عندنا خبر طبعا لسه فضيحه لشبونه مستمر ولسه بنتابع تداعياتها. النهارده مدرب منتخب هولندا رونالد كومن النهارده اعلن عن موقفه من إمكانية التعاقد مع برشلونة لخلافة المقال كيكي سيتين في قيادة البارسا. كومن قاعد دلوقتي أصلا على فكرة مع إدارة برشلونة وخلص الاتفاق، اتفاق توليه تدريب البارسا. طبعا كومن قال أنه الاتفاق ده بشكل نهائي وتم توقيع العقود، وقال أنه هو لما تسأل يعني أنه إذا كان تولى مسؤولية برشلونة بيمثل أولوية بالنسبة له، فقال نعم بالطبع
وابتسم كده ابتسامة عريضة. وسائل الإعلام المحلية في هولندا بتأكد أنه كومان أنهى اتفاقه خلاص لانتقال للبارسا زي ما قلنا لحضراتكم من بيته في هولندا. وده كل الصحف اللي يعني اتكلمت عن الموضوع ده، واحتمال جدا أنه يمتد عقده مع برشلونة لمدة موسم واحد مع تمديده لمدة موسم إضافي، وفقا طبعا لمجلس الإدارة الجديد. احنا طبعا عارفين أن عندهم انتخابات، علشان كده هيتجدد موسم يعني بموسم زي ما بنقول. فطبعا اللي حصل، الهزيمة اللي حصلت للبارسا 8-2 دي كانت زي ما قلنا وصمة في تاريخ برشلونة، ودي هتفضل تقريبا يا كابتن هاني يعني ذاكرة هي الأسوأ في تاريخ برشلونة وفي ذاكرة الجماهير. مفيش شك يعني طبعا. ويمكن الفرق كمان، نروح للجانب الفرق الألمانية كمان، من الفرق الألمانية بتحقق نتائج كبيرة جدا، ويمكن قالوا أن العقلية الألمانية أنها لا تقف عند حدود الحلم فقط ولكن تتخطى الحدود. احنا عارفين طبعا يمكن هزيمة برشلونة من بايرن ميونخ طبعا 8-2 رجعت بالذاكرة كمان فوز ألمانيا على البرازيل 7-2، وكتير قالوا هي دي العقلية الألمانية. أنا عشت هناك في ألمانيا وده فعلا اللي بيحصل، إن هو أولا اللاعب الألماني والفرق الألمانية لا تستسلم أبدا، يعني عمرها ما تسلم، حتى لو مغلوبة 2 بيحاول مرة واثنين وثلاثة ويلعب للدقيقة 90. وكمان عنده ثقافة مهمة جدا جدا، يا ريت تكون في فرقنا الثقافة ديت، إنك قادر تكسب 1-2-3-4 كمل وزود. يمكن الثقافة عندنا شوية هنا في مصر إنك حتى لو فريق بيكسب 3-0 خلاص مع نهاية الشوط أو الشوط الثاني بدأ بالأمور الطموح بيقل. العقلية الألمانية مش كده خالص، إنه لو قادر، وخاصة بيلعب قدام فريق كبير زي برشلونة، لو قادر تجيب 3-4-5 زود كمل للآخر، لأن ده أولا بيتحسب ريكورد ليك، بيتحسب كمان ده شغلهم. يعني أنا عشت الكلام ده، ده شغلهم، بيشتغلوا على الكلام ده بشكل كبير جدا 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 من خلال الدوري الألماني، من خلال المنتخبات. وبالتالي يعني أنا شايف أن كمان الهزة العنيفة في برشلونة، ويمكن اللي لفت نظري كمان تصريح بيكي طبعا نجم الدفاع في برشلونة بعد المباراة، قال لازم يكون في تغيير جذري ليس بس على مستوى اللاعبين لكن كمان على مستوى الإدارة. وقال كده، لو أنا أول واحد همشي وإن التخطيط أو البلان لفترات جاية يكون فيها شكل أفضل، لو أول واحد همشي أنا هكون موجود من ضمن الراحلين عن برشلونة. وبالتالي بدأت فعلا الإدارة وبدأ الناس تتكلم على طبعا وجود كومان كواحد واحد طبعا من أساطير الكرة الهولندية، وحتى على مستوى برشلونة كان لعيب كبير جدا جدا. وقالت التقرير زي ما أنت قلت سهام، إن هو اعتقد ان هو انهى الموضوع بشكل كبير جدا، ناقص بس الاعلان الرسمي لوجوده على راس القائمه الفنيه لبرشلونه. ان شاء الله كل التوفيق ليه ان شاء الله مع البارسا. عندنا خبر لرونالدو بالظبط. خبر معاك يا كابتن. طبعا كريستيانو رونالدو نجم طبعا اليوفي كان الفتره اللي فاتت برضو كان عليه علامات استفهام كتيره جدا، لكن كريستيانو رونالدو على حسب طبعا صحيفه لاجازيتا دي سبورت الايطاليه، رونالدو اتكلم في التليفون مع المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم طبعا ولفرهامبتون، وطلب منه تجاهل العرض المقدم ليه من مانشستر يونايتد والتوقيع مع اليوبي. أشارت الصحيفة أن تحرك كريستيانو ضمن مهمة يعمل رونالدو على إنجازها إن شاء الله الصيف ده باختيار شريكه في الهجوم خلال الموسم المقبل. أوضحت كمان الصحيفة أنه من المرجح رحيل خيمينيز عن فريقه الإنجليزي بعد خروجه من بطولة الدوري الأوروبي، وعدم كمان المشاركة قاريا في أي بطولة الموسم اللي جاي. وقالت التقارير أسبانية مؤخرا أن خيمينيز عرض نفسه على برشلونة لكن وكيل اللاعب المكسيكي نفى الأمر تماما. فزي ما بنقول رونالدو كمان بيحضر شريكه في الخط الهجومي للسنة الجاية اليوفي، رغم أن كان في تقارير وقلناها الأسبوع اللي فات أنه احتمال كمان رونالدو ما يكونش موجود، ولكن أعتقد مع الخطوة دي لو صحيحة يبقى رونالدو كمان بيدور على التوينز بتاعه أو الدويتو في اليوفنتوس الفترة اللي جاية في الملعب إن شاء الله. طبعا الواحد ما يتخيلش برشلونة من غير ميسي. ميسي لما نتكلم عن 16 سنة
يعني مع البارسا فصعب جدا الواحد يتخيل رحيله يا جماعة. فالنهاردة يمكن هو أثار بنفسه القلق بين جماهير البارسا من إمكانية أو محاولة يعني إيه تخليه عن النادي وإنه يرحل عن النادي الصيف ده. ففي صحف يعني صحف برازيلية كلمت وقالت مؤخرا انه ميسي طلب فعلا انه يرحل عن برشلونه، لكن المسؤولين في النادي نفوا الامر ده. فوفقا للاذاعات الاسبانيه فالمقربين من ميسي هم اللي اثاروا القلق حوالين مصيره اذا كان هيمشي ولا لا. دلوقتي الجميع ملتزم الصمت، مفيش حد نفى المعلومات دي، مفيش حد اكدها. الاذاعات الاسبانيه زي ما بنقول ما تحدثتش عن مصير ميسي لحد دلوقتي بدافع يمكن الحب تجاه ناديه. هو طبعا عنده يعني ملفات ساخنه جدا، عنده تفكير في الوقت الحالي مهم، افتكر في مرحله تاريخيه مهمه جدا في تاريخه. يمكن الصحف الاسبانيه اوضحت انه عقد ميسي ما فيهوش اي ثغرات، هو مستمر. يمكن عايزه كمان النهارده عمده يمكن برشلونه قالت انا ما تخيلش برضو ميسي من غير البارس، قالت وصفته بانه رمز وتاريخ. واحنا كمان الحقيقه واللي يمكن متابعين برشلونه ما يتخيلوش ابدا رحيل ميسي عن هو ميسي ارتبط طبعا اكيد أو خلينا نقول برشلونه ارتبط اسمه بميسي، يعني انا شايف دايما ميسي هو العلامه الفارقه. ولكن طبعا الهزه العنيفه مع وجود انت عارفه برضو الرومرز وبعض الاشاعات اللي بتطلع ان ميسي كمان هيمشي، لكن في اعتقاد الشخص ان ميسي من الناس اللي خلاص الكاركتر، وكمان في اعتمادي الشخصي او اعتقادي الشخصي ان الاداره الحاليه او اللي جايه هتعتمد عليه بشكل كبير جدا جدا حتى في تكوين الهيكله الاداريه والشكل العام للفريق الفتره الجايه. فاعتقد ميسي يعني نتمنى ان هو ان شاء الله يستمر بشكل كبير. طيب نروح بقى للنجم الارجنتيني ديبالا. ديبالا الموهوب، والحقيقه في كلام كده دلوقتي يمكن من تحت لتحت انه في يعني زي غيره كده ما بينه وما بين نجم الفريق الاول رونالدو في يوفنتوس. في تقارير خرجت في الساعات الاخيره دي قالت او اكدت كمان انه ديبالا طلب الحصول على راتب سنوي بقيمه 20 مليون يورو علشان يوافق على تجديد عقده والبقاء في اليوفي. ده كثير جدا الحقيقة. خورخي أنطون وكيل أعمال ديبالا كشف كل الغموض حوالين موقف اللاعب وألف تصريحات يمكن أبرزها موقع توتو ميركاتو الإيطالي، أنه أنا قريت اليومين دول، قال كده أنا قريت اليومين دول حاجات غلط كتير عن ديبالا. ديبالا لعب في يوفنتوس وهو سعيد في الفريق، ودلوقتي في مفاوضات بيننا وبين إدارة يوفنتوس علشان نجدد عقده. فالكلام ده ممكن نقرأ ما بين السطور أنه ديبالا يعني مكمل ومتوافق على العشرين مليون يورو. طبعا عندنا خبر تاني النهاردة، صحيفة ميرور البريطانية نقلت عن تقرير نمساوي ان في حاله اصابه كورونا في فريق ليفربول، في ظهرت حاله ايجابيه اكتشفها. طبعا احنا عارفين ان ليفربول دلوقتي في معسكر طبعا استعدادا لبدايه الموسم الجديد يوم 12 سبتمبر، عارفين ان الدوري الانجليزي طبعا هينطلق باذن الله في 12 سبتمبر القادم، وبالتالي قال ان في عضو من اعضاء فريق ليفربول ده عنده حالة إيجابية. طبعا ما ذكرتش الصحيفة أو الخبر ما ذكرش إذا كان هذا اللاعب هذا الشخص إذا كان لاعب أو إداري أو إيه بالظبط، لكن ظهرت الحالة ديت. ويمكن زي ما بقول دلوقتي خلاص استعدادات كل الفرق الإنجليزية لانطلاقة الدوري الإنجليزي يوم 12 سبتمبر القادم، ودايما بيروحوا معسكرات خارج إنجلترا، وخاصة زي ما شفنا قبل كده أو عرفنا قبل كده أن يورجن كلوب دايما بيحب يقضي معسكره الإعداد في النمسا، بيستعدوا زي ما احنا شايفين في الصورة ان كمان استعداد على أعلى مستوى. البريمير ليج خلاص يعني الناس كانت منظمة الجدول بشكل كبير جدا، البريمير ليج الناس كلها بتستعد، ليفربول موجود في النمسا معاهم طبعا النجم محمد صلاح، وفي زي ما قلنا حالة إصابة كورونا، لكن زي ما بقول ما تذكرش اذا كان لاعب مدرب اداري ده ما تذكرش من خلال التقرير. نتمنى طبعا التوفيق لمحمد صلاح الموسم اللي جاي باذن الله مع ليفربول ويحقق لنا
ان شاء الله ما حققه السنه اللي فاتت. يا رب ان شاء الله. النهارده كمان رحله جديده للحارس الدولي السابق لمنتخب انجلترا جو هارت. جو هارت النهارده اعلن نادي توتنهام الانجليزي رسميا تعاقده مع الحارس المخضرم علشان يكون مسؤول في الموسم الكروي الجديد في انجلترا واوروبا. توتنهام انهى الموسم الجاري تحت قياده مدربه البرتغالي جوزي مورينيو بلا اي بطوله، واحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز. كمان ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور 16 بعد ما كان الوصيف للبطل ليفربول في الموسم اللي فات. توتنهام عبر موقعه الرسمي كشف عن توقيع عقد جو هارت زي ما قلنا في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقد الحارس المخضرم مع فريقه السابق بيرنلي في الصيف الجاري. طبعا راتب لا يذكر، بياخد 50,000 جنيه استرليني تقريبا أسبوعيا، وهو لاعب كبير حارس مرمى دولي مهم. وطبعا بالنسبة للاعب صف أول كابتن هاني فده يعتبر مبلغ زهيد يعني. طبعا بالنسبة للرواتب طبعا البريمير ليج ده راتب يمكن من أقل الرواتب، لكن زي ما بنقول برضو أنت بتحكمي على السن، بتحكمي على كمان النادي اللي رايح له، بتحكمي كمان على المركز. فكل دوت بيحكم، لكن طبعا يعني ده هناك بيبقى طبيعي، يعني هو اللاعب سنه صغير بياخد عقود عالية، لكن طبعا تقييم، ويمكن ده من خلال الفقرة إن شاء الله اللي جاية هنتكلم برضو على النقطة دي واتكلمنا فيها قبل كده، كيفية تسعير اللاعب، إزاي تدي لاعب عقد بمبلغ معين، أو تسعيرة اللاعب ممكن تكون إزاي، ده ممكن إن شاء الله من خلال الفقرة اللي جاية ممكن هنناقشه مع ضيفنا الكريم. لكن طبعا دايما متعودين إن احنا نعرض على حضراتكم أسطورة من أساطير النادي الأهلي. النهاردة إن شاء الله معانا أسطورة جديدة من أساطير النادي الأهلي، نجمنا النهاردة هو الرائع مروان كنفاني. ده طبعا حارس مرمى كبير جدا جدا، صاحب الجنسية طبعا الفلسطينية، سطر طبعا تاريخ مع النادي الأهلي في مركز حراسة المرمى، جعله من أحد أهم اللاعبين في جيله. طبعا هنشوف إن شاء الله تقرير عن هذه الأسطورة بعد التقرير فاصل، ونرجع مع ضيفنا الكريم الأستاذ طارق الأدور. سطر تاريخا كبيرا مع النادي الأهلي في مركز حراسة المرمى، جعله أحد أهم اللاعبين في جيله. حارس المرمى الفلسطيني العملاق مروان كنفاني. لعب كنفاني في صفوف الأهلي السوري بدمشق ومنتخب المدارس ومنتخب سوريا خلال الوحدة العربية، ثم التحق بالجيش لتأدية الخدمة العسكرية. وأثناء مواجهات كروية مع الجيش الثاني المصري تم اكتشافه من مسؤولي النادي الأهلي الذين طلبوا التعاقد معه. انضم كنفاني للأهلي عام 1961 وسط كوكبة من الأساطير على رأسهم صالح سليم وفاروق الضضوي وميم الشربيني ومحمود الجهري وطه إسماعيل. مروان الذي تألق في مركز حراسة المرمى لم ينسى أبدا طلب والده باستكمال مشواره الدراسي، مما ساعده بعد نهاية مشواره الكروي على الاتجاه للعمل السياسي والكفاح من أجل نصرة القضية الفلسطينية. ورغم تألق مروان كنفاني وزوده عن مرمى الأهلي مواسم عديدة، يبقى موسم عام 1960-1961 أحد أبرز مواسمه على الإطلاق، والذي كان سببا رئيسا في جمع كل البطولات التي شارك فيها النادي، بدءا من بطولة الدوري العام ثم بطولة كأس مصر ثم كأس الوحدة بين مصر وسوريا.